سفياني على وفاة أبوه. الله يرحمه. هو فقد أبوه، أنا ما شفت أبوي إلى الحين، أنا إلى يومكم ترى ما أدري عن أبوي، ما أدري حتى وين أرضه وين سماه. آخر مرة اتصلت عليه تقريبا كان متى؟ قبل تقريبا 7 شهور، يعني قبل فترة بعيدة. وأنا يا طوال العمر سلامة أبوي أعطاني مهمته كأب سلمها لي أنا، وأنا عمري كم؟ عمري 14 سنة، عمري 14 سنة سلمني مهمة صعبة علي، صعبة علي وأنا صغير في العمر، ما فهمت حتى الدنيا، ما فهمت منها شيء واحد. أبوي إلى يومكم ترى ما أدري عنه، ما أدري وين راح وين جاء. والله أني أتصل عليه يأخذ لي تقريبا شهر ما يرد علي. قلت إذا هو ما رد أنا بشوفه بنفسي، وأنا أروح المكان اللي هو فيه وأروح أنا اللي أشوفه. مرات حتى يكره يسمع صوتي، فكثر ما أشوف أبوي والله أني في كل سجدة أسجد لها، في كل صلاة أني أدعي وأنا أصيح متأثر، ليه أبوي يكرهني وأنا اللي دائما أجيله وأنا دائما أعني عمري؟ والوالدة كانت تجلس جنبي تداوي الجرح اللي أنا فيني، الجرح اللي في قلبي اللي هو أبوي اللي أنا ما شفته. أنت لسبب معين ولا إيش يعني؟ هو السبب معين بس ما أقدر أذكر. ظروف معينة يعني. ظروف معينة. طيب. فأبوي إلى الآن ترى قلتها لكم ما أدري وينه هو إلى الحين. والله العظيم إني أنا أتصل مشتاق له. أبشر بالخير يا ريان، بيحقق الله بإذنه مناك. يعني كل من لاقيت يشكو دهره ليت شعري هذه الدنيا لمن. إن شاء الله الأمور كلها زينة. والله عز وجل كريم وأكرم منا جميعا، والدنيا ما تخلو من مشاكل، لقد خلقنا الإنسان في كبد. الحمد لله وحن قلب كل أب وقلب كل أم على عيالها. صحيح صحيح. بيض الله وجهكم يا شباب.